تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 52، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 500 درهم من مادة البوليمر بتصاميم تعكس ريادة الإمارات في الاستدامة الجديدة التي تحكي قصة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، وتماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة وتجسيد الدور الريادي الدولي لدولة الإمارات في العمل المناخي والمستقبل المستدام. هي نظرة منقوشة في قلب هذا الوطن، نظرة رجل حقق أحلاماً وطموحات وحافظ على موارد هذه الأرض. إنه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات الذي ما زال إرثه يحيا بيننا، واهتمامه المبكر بالاستدامة يرشدنا، ونظرته البعيدة تلهمنا. فالتزام الإمارات بالمستقبل المستدام يتوجه استقبالها مؤتمر الأطراف COP28 وجهودها الوفيرة في مجال التمويل الأخضر والطاقة المتجددة. وباستلهام تراثنا الغني نتجاوز الحاضر فنتخيل كل ما هو ممكن، ونتحدى ل500 عام قادم كل ما يبدو غير ممكن. نعم، هذه هي الإمارات، أرض القادة أصحاب الرؤية الثاقبة، وحيث كل نغمة تردد صدى التزامنا بمستقبل مشرق كأشعة الشمس التي تداعب ذهب رمالنا.